السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الإمارات وعبر قناة الظفرة. يا هلا ومليار ترحيبا بكل مشاهدينا. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ناخذكم إلى أهم عناوين لليوم. المجتمع العلمي الإماراتي يعزز الجهود التنموية. انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى القادة لحجز الكربون 2017. سياسة الإمارات تدعم الذكاء الاصطناعي. إذن مشاهدينا كانت هذه أهم عناوين إلى حلقة اليوم، أما الحين خلينا معكم مع نشرة الأخبار مع زميلة شيم الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، وذلك بمناسبة مئوية عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ساولي نينيستو. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك ماها فاجير ألونجكورن ملك مملكة تايلاند، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك ماها فيجير ألوجينكرون. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو أول برنامج من نوعه على مستوى الوطن العربي لاختيار وإعداد وتدريب 4 رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال 5 سنوات القادمة. ووجه سموه الدعوة لشابات وشباب دولة الإمارات للالتحاق بالبرنامج الذي يندرج تحت مظلة مركز محمد بن راشد للفضاء. وقال سموه بهذه المناسبة: في يوم من أيامنا الوطنية التي سيخلدها تاريخنا، نعلن عن أول برنامج لاختيار وإعداد وإرسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية. مؤكدا سموه: سيكسر أبناء الإمارات حاجزا جديدا في طموحهم الذي لن تحده سماء أو فضاء، ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل. ويشكل برنامج الإمارات لرواد الفضاء مبادرة علمية رائدة من نوعها، تضاف إلى سلسلة مشاريع ومبادرات دولة الإمارات التي تسعى إلى تأهيل وبناء كفاءات إماراتية في مجال العلوم المتقدمة كجزء من استراتيجية الدولة لإعداد الأجيال الشابة علميا لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة والاستثمار في الصناعات الفضائية وعلوم المستقبل، بما يخدم مصالح دولة الإمارات الوطنية والمشاركة البناءة والفاعلة في الحراك العلمي العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي وبحث آفاق الحياة البشرية في الفضاء وإمكانية بناء مستوطنات بشرية في كواكب أخرى. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى أحمد علي صالح في وفاة والده علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق، وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في العاصمة أبو ظبي.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، راجيا من الله تعالى أن يمن على اليمن الشقيق بالأمن والأمان ويعود إلى محيطه العربي سندا وعونا لأشقائه العرب. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وأكيد ديوان ولي عهد أبو ظبي. شهد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة اليوم افتتاح المؤتمر الدولي الثالث في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، والذي تنظمه جامعة الشارقة تحت شعار العلوم العربية الإسلامية أساس راسخ للنهضة التقنية العصرية، وذلك في قاعة الزهري في كلية الطب، حيث كان سموه في المعرض المصاحب أو جال في المعرض المصاحب للمؤتمر متوقفاً عند المخطوطات التاريخية النادرة والقطع الأثرية النادرة والمراجع والكتب القيمة التي حواها المعرض من دولة الإمارات، كما وتناول مدير جامعة الشارقة الدكتور أحمد مجهول النعيمي خلال كلمته الدور الكبير والمأمول لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، مؤكداً أنه سيشكل إضافة نوعية وكبرى كونه مركزا علميا وتقنيا وثقافيا وتربويا وتراثيا وسياحيا وتدريبيا يعمل على تنشئة أجيال من الشباب الذي يهتم بعلوم الأجداد من العرب والمسلمين الذين برعوا في علوم الفضاء والفلك. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة اليوم توقيع 3 مذكرات تفاهم تختص بالتنمية المستدامة للموارد البشرية الوطنية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة. تم توقيع المذكرة الأولى بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وجامعة الشارقة، بينما تم توقيع الثانية بين الوزارة ودائرة الموارد البشرية في الشارقة، فيما تم توقيع الثالثة بين الجامعة والدائرة. وقع المذكرات كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور أحمد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وذلك بحضور عدد من الممثلين للجهة الثلاث. وأكد معالي ناصر الهاملي أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لمذكرتي التفاهم بين الوزارة وكل من دائرة الموارد البشرية وجامعة الشارقة يمنحهما زخما كبيرا، ويؤكد مدى اهتمام سموه بتمكين أبنائه المواطنين الباحثين عن العمل، وذلك من خلال دعم السياسات والبرامج التي تستهدف تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان صباح اليوم وفدا من الجالية السودانية في الإمارة، والذي رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 46 للدولة. وقال صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء، قال إن العلاقات المتميزة بين البلدين تعكس مدى حرص دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للدولة على تعزيز الروابط والعلاقات مع السودان الشقيق. وأعرب سموه عن تقديره للجالية السودانية في عجمان والتي تتفاعل مع قضايا الوطن، مشيدا سموه بتماسكهم وجهودهم المقدرة في العملية التنموية التي تشهدها إمارة عجمان ودورهم البارز في التواصل مع أشقائهم من أبناء الإمارة، وذلك من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية العديدة التي ينظمها النادي السوداني في مختلف المناسبات. من جانبه أشاد الوفد بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه صاحب سمو حاكم عجمان وأنجاله وشيوخ الإمارة وقيادة العمل الحكومي فيها للجالية السودانية بإمارة عجمان،
حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة عباس النيل المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان رئيس الجالية السودانية ومعالي سالم سيف المطروشية نائب مدير الديوان وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وجمعين من كبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولواء دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي فريق الفيكتوري تيم إكس كات ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الفني للفريق، وذلك لمناسبة تتويج أو بمناسبة تتويج فريق فيكتوري تيم للزوارق أو للزوارق البحرية السريعة بطل العالم خلال البطولة العالمية التي استضافها الميناء السياحي على شاطئ جميرة في دبي مؤخرا، وذلك بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وقال سمو ولي عهد دبي: أنتم أسياد البحر كما كان أجدادنا وآباؤنا على مدى سنوات طويلة، لأننا شعب خلقنا أو خلقنا وعشنا وتربينا في بيئة عربية أصيلة تعشق البحر وتعتبره جزءا من تراثنا العريق، نتغنى به ونعتاش من خيراته ويحملنا إلى مختلف أصقاع الدنيا. كما وهن سموه فريق الفيكتوري البطل ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يضاف إلى سجل هذا الفريق المخضرم الذي أثبت وجوده وفعاليته ودوره المشرف في البطولات الدولية لسباقات الزوارق، مؤكدا أن شعب دولة الإمارات بشبابه وأبنائه وبناته قادر على المنافسة في جميع البطولات والمهرجانات العالمية في البحر والبر وفي حقول التعليم والإبداع والابتكار على مختلف الصعد. ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس صباح اليوم بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي. رحب سموه في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، كما ورحب بمعالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع بمناسبة انضمامها إلى عضوية مجلس الإدارة. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. واطلع المجلس على القرارات والتوصيات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والمخاطر، وقام باعتمادها. كما وناقش مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2018 وقام بإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، في حين اعتمد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017 ووافق على تعيين المدقق الداخلي لعمل الهيئة لعام 2018 واتخذ القرارات المناسبة بشأن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله. افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم الفرع رقم 140 وأحدث مراكز التسوق التابعة لمجموعة اللولو الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، وذلك في منطقة الحزانة بمدينة الشارقة. وبعد أن قص شريط الافتتاح قام سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي وكبار الشخصيات من المدعوين بجولة في ردهات مركز التسوق الجديد، كما وطلعوا خلال جولتهم على مختلف الأقسام والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتمتع بها المركز والمكون من طابقين ويوفر أهم المنتجات الاستهلاكية. قال سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إن صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة، وأن الحكومة الرقمية تعد أحد المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه الدولة بضرورة تقديم خدمات متطورة للمتعاملين معها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره سموه في فندق عجمان سراي حيث اطلع على عرض تقديمي حول التصميم التفكيري والفوائد الملموسة التي حققتها كبرى المؤسسات العالمية والحكومات الرائدة في مجال تقديم الخدمات.
استمع سموه إلى شرح واف عن أهمية استخدام أدوات التصميم التفكيري ونتائجه على تطوير الخدمات والمؤسسات ونتائج مشروع تصنيف الخدمة الحكومية في الإمارة والذي تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية. كما وأشاد سموه بجهود تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة ودور القائمين في حكومة عجمان الرقمية لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء والإبداع والابتكار والتميز لتقديم تلك الخدمات للمتعاملين مع المؤسسات والدوائر الحكومية. هذا وكرم سمو الشيخ عمر بن أحمد النعيمي القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين من موظفي الدوائر الحكومية. حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم والشيخ راشد بن أحمد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حفل الزفاف الذي أقامه يونس حسن الملا بمناسبة زفاف نجليه حمد إلى كريمة السيد عبد العزيز محمد الفهيم ومحمد إلى كريمة السيد أحمد محمد الملا. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة في إمارة دبي عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وشخصيات والمدعوين وأهل وأصدقاء العريسين. افتتح المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. عقد المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والسادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حيث ناقش المجلس سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. قدمت اليوم بسؤال لمعالي وزير التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول موضوع البعثات الداخلية والابتعاث للخارج. وجدنا أن كثير من المقاعد الدراسة الداخلية مقدمة من جهات غير اتحادية ونحن نرى أن يجب يكون في دعم اتحادي أكثر لهذه البعثة الداخلية. تم طرح ثلاث أسئلة على معالي الوزير. سؤال أول خاص الموازنة الصفرية والأعداد الموجودة الآن باحثة عن العمل، كيف يتم يعني توطين وظائف وتوظيف المواطنين في ظل وجود موازنة صفرية لين رؤية 2021؟ اليوم نناقش موضوع مهم جدا يعكس التوطين في الجهات الحكومية الاتحادية والتوظيف والتدريب ضمن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومتوافقها مع رؤية الإمارات الرؤية الطموحة المبهرة الاستثنائية المليئة بالسعادة والطاقة الإيجابية وأيضا سياستها في التوطين والتوظيف وتنسيقها مع الجهات الحكومية الاتحادية عند إقرار أي قوانين أو تشريعات خاصة بالموارد البشرية. بالفعل ركزنا على موضوع المرافق للمريض خارج الدولة لأن هذا وضع اجتماعي ووضع إنساني مهم جدا والمجلس تكلم فيه بكل صراحة ورفع فيه توصية والحمد لله في موافقة من الحكومة الآن بأن بالفعل يكون في فتح لمدة مرافقة المريض للخارج وهذا تفاعل جيد ما بين الحكومة وما بين المجلس. نحن وصلنا الرسالة بكل وضوح والحكومة خذت بها وكثير من النقاط اللي تم طرحها كان في تجاوب جيد اليوم من الحكومة. المداخلة حقيقة اليوم كانت تتركز حول أهمية وجود قاعدة بيانات توضح الأعداد الخريجين والتخصصات لهم وتصور المستقبلي للتخصصات المطلوبة وكان حقيقة اليوم التأكيد على أن وجود هذه القاعدة البيانات ليس فقط للمناقشة في هذه الجلسة لكن وجودها لأن لها دور كبير في رسم السياسة المستقبلية للدولة. كما طرحت الطناجي أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر لأنها تحدد السياسات في المستقبل وعدم وجود قاعدة البيانات تنعكس سلبا على مستقبل الخريجين المواطنين.
سياسات وتشريعات يخطها المجلس الوطني الاتحادي من خلال جلسته الرابعة في الفصل التشريعي 16، وذلك لرفض سوق العمل بالكثير من الطاقات الإماراتية، خاصة في ظل التعديلات التي أجريت على الكثير من القوانين التي تخص الموارد البشرية الوطنية. من مقر المجلس الوطني الاتحادي، أيمن مصبح، قناة الظفرة. افتتحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله اليوم، مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في العاصمة أبوظبي جزء من الشرقية المتحدة للخدمات الطبية. قالت سموها عقب إزاحة الستار عن اللوحات التذكارية لافتتاح المستشفى، قالت إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ملتزمة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، انطلاقا من الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقية لأي مجتمع. مشيرة سموها إلى أن الدولة منذ تأسيسها أولت اهتماما كبيرا للقطاع الصحي، حيث سخرت الإمكانيات لإنشاء شبكة متطورة من المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الدولة وتوفر خدمة صحية شاملة ومتطورة. أضافت سموها بأن القيادة الرشيدة سخرت الإمكانيات لتوفير خدمات صحية وفق أعلى المستويات لجميع فئات المجتمع، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، فتم إنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة في هذا المجال، ما أسهم في رفع مستويات خدمات الأمومة والطفولة وتحقيق نتائج عالمية على صعيد خفض معدلة الوفاة حول الولادة وبين المواليد الجدد. كرم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة تحقيق أمنية 45 من المتطوعين مع المؤسسة بمناسبة احتفالات الدولة باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، وذلك في قصر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة. أثنى الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على الجهود التطوعية والخيرية والإنسانية التي تبذلها جموع المتطوعين في الدولة بشكل عام وفي مؤسسة تحقيق أمنية وكافة الجمعيات والهيئات والمؤسسات والبرامج التطوعية بشكل خاص، وأكد بأن عام الخير 2017 ساهم في ترسيخ مفاهيم التطوع والعمل المجتمعي لتكون خدمة الوطن رديفا دائما لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في كافة قلوب أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. كما وأشاد سموه بالزيادة الملحوظة في أعداد المتطوعين في عام الخير الذين يعشقون عمل الخير حتى أصبح لهم نهجا وأسلوب حياة، وشاركوا المؤسسة حرصها على الاستمرار في جهودها الإنسانية لإيصال رسالتها النبيلة للعالم والرامية إلى تحقيق الأمنيات أو أمنيات الأطفال الذين يعانون من مشكلات ومعوقات صحية ونفسية وغيرها على مستوى الدولة. أكدت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم التزامهما المشترك بعلاقات ثنائية قوية في مجال الطاقة بين البلدين، جاء ذلك خلال حوار الطاقة الاستراتيجي الذي عقد اليوم في وزارة الطاقة في العاصمة أبوظبي. إلى ذلك وقع معالي السيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي مذكرة تفاهم تجدد التزام الطرفين بالحوار الاستراتيجي للطاقة، كما اتفق الجانبان على المضي قدما في الجهود المشتركة من أجل توسيع التعاون فيما يتعلق بتنمية وتجارة في النفط والغاز والفحم التقليدي وغير التقليدي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيات المتعلقة باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة النووية السلمية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. كما وأكد الجانبان خلال حوار الطاقة الاستراتيجي التزام الدولتين بالتنمية النووية الآمنة والمسؤولة وفقا للاتفاقية والالتزامات الدولية بالتنسيق مع الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي تعاون الولايات المتحدة مع برنامج الطاقة النووي السلمي في دولة الإمارات.
أكد البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورتها 38 المنعقدة في الكويت حرص المجلس الأعلى على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف. كما وهن المجلس الأعلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى معربا عن تقديره لما تضمنته كلمة سموه الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. وعبر المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الموقرة خلال فترة رئاسته للدورة 37 وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وجدد المجلس الأعلى تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى حرصه على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط أو الترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون واقتناعها بأن ذلك يخدم التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية. كما وأكد القادة التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق أعلى درجة التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وعبر المجلس الأعلى عن سعادته بأن تكون دورته 39 لسلطنة عمان بمشيئة الله. استقبل فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الليلة الماضية بقصر الرئاسة في مدينة عنتيبي وفد البعثة التجارية الإمارات السعودية أو الإماراتية السعودية التي تزور أوغندا حاليا بتنظيم من مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس الغرفة إلى جانب أكثر من 100 رجل أعمال من الإمارات والسعودية يمثلون عدداً من القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة وممثلي وسائل الإعلام الإماراتية. وأكد فخامة الرئيس الأوغندي خلال اللقاء الذي عمق العلاقات التي تربط بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات متطلعاً إلى توطيدها خاصة في المجالات الاقتصادية. دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار ولوقف الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها سلطات ميانمار بحق الروهينجا وغيرها من الأقليات. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الاستثنائية 27 لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان للسكان المسلمين من هذه الأقلية والأقليات الأخرى في ولاية رخين بميانمار، والتي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. ورحب سعادة السفير في مستهل كلمته بعقد هذه الدورة الاستثنائية منوهاً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تنظيمها وشاركت إلى جانب الدول الأخرى في إطار المجموعة الإسلامية في إعداد وإثراء مشروع قرار توافقي بشأنها يعكس حقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار منذ عدة أشهر. كما وأشار سعادته إلى أن مجموعة التنسيق بين وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أكدت في آخر تحديث لها حول الوضع أن عدد أفراد الروهينجا الذين وصلوا إلى بنغلاديش بلغ 650 ألف شخص وهم يعيشون في ظل أوضاع مزرية من بينهم آلاف من الأطفال يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية حسب تقارير منظمة اليونيسف.
احتفلت سفارة الدولة لدى واشنطن بمناسبة اليوم الوطني 46 لقيام اتحاد دولة الإمارات، حيث استضاف معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال حفل غداء بمقر السفارة كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بما فيهم معالي ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي وكبار قادة القوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب مئات ضيوف وسائل أعلام رفيعة المستوى وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. أشاد معالي العتيبة أو السفير العتيبة في كلمة له بالعلاقة القوية والراسخة بين البلدين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بشراكة اقتصادية وتجارية قوية ذات وتيرة نمو عالية تحقق الرخاء للشعبين الإماراتي والأمريكي، وأن التبادل التجاري مع دولة الإمارات يحقق للولايات المتحدة فائضا تجاريا سنويا بقيمة 19 مليار دولار، حيث تتيح الصادرات الأمريكية مئات الآلاف من فرص العمل في الولايات المتحدة، وتساعد دولة الإمارات على تنويع اقتصادها. اقتصاديا، أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع على المربع الأخضر رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها شريحة من الأسهم، وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في نهاية التعاملات نحو 4 مليارات و400 مليون درهم. جاء الدعم الأكبر للإغلاق الأخضر للأسواق من قطاعات العقار والاستثمار والبنوك على وجه التحديد، وهما القطاعان اللذان سجلا نشاطا جديدا بعدما استقطبا جزءا أكبر من السيولة المتداولة، ما دفع ببعض أسهمها لتحقيق مكاسب قوية. أما الآن نتابع آخر إغلاق لمؤشري الأسواق المحليين بنهاية جلسة التداولات اليوم. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تنتظر من المجتمع العلمي أن يقوم بدور أساسي في دعم الجهود التنموية للدولة على الصعود كافة، تنتظر أيضا من علماء الوطن إضافة نوعية إلى دورهم العلمي والعمل على تفعيل دبلوماسية العلوم وتعزيز التعاون الدولي ودعم التقارب والتسامح بين الشعوب. وقد جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى المجتمع العلمي في الإمارات. والحديث أكثر عن أهمية المجتمع العلمي ودوره في دعم الجهود التنموية يسرنا أن يكون معنا الدكتور عبد الله زرعوني، أستاذ في الهندسة الكهربائية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا. حياك الله دكتور. الله يسلمك. الله يسلمك. نحن عندنا تقرير أكيد بناخذ إن شاء الله. نشوف شو المعلومات اللي فيه ومن ثم إن شاء الله نعود للحوار. إذا مشاهدينا تقرير ونعود مع الدكتور عبد الله، تابعونا. تحرص الدولة على مواصلة مسيرة البناء والمخرجات العلمية من أجل تحقيق الطموحات المستقبلية التي تم بناؤها على أسس قوية لمواكبة التسارع التقني في المجالات المختلفة. ومن هذا المنطلق جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للمجتمع العلمي لتعزيز جهود التنمية في الدولة والعمل على استشراف أفاق المستقبل وتطوير البحث العلمي الذي يؤدي إلى إسعاد الشعب الإماراتي.
كما أنها تشكل حافزاً للطاقات وشحن الهمم، فالحكومة على أتم استعداد لبذل الكثير من الجهد في مجالات البحث العلمي والعمل على تعزيز الابتكار، كما أن رسالة سموه تؤكد مدى حرص الدولة من خلال الرؤية المستقبلية لها على مواصلة مسيرة البناء والارتقاء بالمخرجات العلمية كافة. تولي دولة الإمارات العلم والعلماء أهمية كبيرة ضمن أهدافها الاستراتيجية، لما لهم من دور بارز ورئيسي في دعم توجهات الدولة وتقديم المشورة العلمية والتخصصية في مشاريعها باعتبارهم ثروة وطنية تراهن عليهم في مسايرة ركب العالم المتطور. دكتور عبد الله، طبعا يعني نحن نبارك لدولة الإمارات العلم والعلوم وإن شاء الله والمعرفة، بما أننا نحن على غرار سنوات طويلة العمل دؤوب على الإنشاء هذا المجتمع، ولكن أهمية وجود مجتمع علمي قائم على المعرفة وأيضا العلوم الحديثة في دولتنا في مثل الإمارات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أشكر الضفرة قناة الضفرة على الفرصة. مقدمة بسيطة. تفضل. الإمارات معروفة على مستوى العالم دولة المستقبل. جميل. دولة السعادة، دولة الإيمان، كل هالأشياء تتحقق عن طريق العلوم والتكنولوجيا. نعم. ومن هالمنطلق القيادة الرشيدة عرفت الدرب ووضحت لنا أن يا جماعة العلوم والتكنولوجيا وسيلة ناجحة لأجل المستقبل. نعم. إذا كنا جادين حتى نذهب للمستقبل بخطى واسعة سريعة جايز أسرع من غيرنا. نعم. فالعلوم و التكنولوجيا أبدت اهتمام كبير، أنا شخصيا وزملائي من العلماء محظوظين أن عايشين في دولة مثل الإمارات، القيادة الرشيدة مهتمة. نعم. حطت لنا استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا وأيضا يعني برامج وأيضا مبادرات علمية في شتى المجالات. الدور الآن المسؤولية تقع علينا نحن، الدور علينا دور كبير جدا إن نقوم بالواجب. أكيد. الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا. نعم، الدور سيأتي الحديث عنه باستفاضة، ولكن أكيد طبعا نأخذ شيء أهم ملامح مجتمعنا الإماراتي من ناحية العلم والعلوم. الملامح كثيرة الحمد لله، نحن نرى في الجيل الجديد، أنا قلت ملامح آسف، هي ثوابت. نعم. ثوابت صحيح. نحن نرى هناك أولا على مستوى الدولة هناك في استراتيجيات، هناك في برامج مبادرات، هاي أول شيء مهم جدا. نعم طبعا. ثانيا عندنا هناك القطاع التعليمي الدنيا والعالي مهتمين بالعلوم والتكنولوجيا، العلوم والرياضيات والهندسة وما إلى ذلك والطب، في اهتمام كبير جدا، وجامعاتنا بتشهد. نعم. على وجود يعني كوادر محلية في شتى التخصصات. ننزل تحت على مستوى أيضا الجيل القادم، الجيل الجديد مهتم جدا بالعلوم والتكنولوجيا، هناك ملامح. نأتي على مستوى المجتمع. نعم. الثقافة العلمية، الثقافة العلمية في المجتمع الحمد لله، إذا رحت أي مكان قريت أي جريدة أي مجلة ترى هناك مقالات، ترى هناك يعني قضايا في مجال العلوم والتكنولوجيا. طبعا من ناحية التطبيق العلمي للعلوم والتكنولوجيا، اطلع روح شوف المولات ولا المواصلات ولا الطاقة، بترى أحدث التقنيات الإنترنت وما إلى ذلك، فترى أحدث التقنيات مستخدمة عندنا. نحن نعتبر الدولة رقم واحد في مجالات كثيرة في العلوم والتكنولوجيا، وهي أعتقد يعني منحة الحمد لله من الله تعالى، وهذا شيء مبشر جدا يعني. طبعا رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كبيرة، وأيضا عندما يأتي بأمر أو رسالة جديدة فإن هي كانت مبنية على أسس، فنحن مررنا بسنوات كان فيها عام للتميز وعام للمؤسسات الحكومية وعام أيضا القراءة وأعوام أخرى كثيرة، كانت مبادرات أيضا من سيد صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة وسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. تكاتف كل هذه السنوات، في رؤيتك أن هذه الرسالة الآن تأتي لعلمه سموه ومتابعته الحثيثة بأن المجتمع جاهز لأن نرتقي إلى مستوى كبير وأعلى؟ ما في شك، أنا أنظر إليها من ناحية أن القيادة الحكيمة أعطتنا أوتلاين، خطوط عامة، أعطتنا مبادرات، أعطتنا استراتيجية. الكرة يقع في ملعبنا نحن. نعم. العلماء، المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، الباحثين، الأثرياء،
ايضا لان العلم والتكنولوجيا والبحث يحتاج الى امكانيات. صحيح. فانا اعتقد تكرار صاحب السمو والقياده على موضوع والتكنولوجيا دليل على حرصهم الشديد، ودليل اخر على تقاعسنا نحن. انا اتكلم واقع ان يجب ان نبرز للقياده ونوضحهم نحن قد المسؤوليه، وان نعمل نضع برامج واضحة فيها ملامح للتنفيذ قياسية. جميل. في شتى المجالات العلمية التي هي واضحة أصلا موجودة ومنشورة. نعم. فنعتقد يجب أن نسرع، يجب أن ننتج، يجب أن يعني لا ننتظر من القيادة التفاصيل. نعم. التفاصيل علينا، العمل والجهد علينا حتى نحقق ننتج. نبغى نكون من الدول المنتجة للمعرفة. أكيد. الدول اللي هي تسابق مثل دول مثل سنغافورة مثلا، فنلندا مثلا، دول يعني قطعت شوط، نحن نبغى نسبقهم إن شاء الله. نعم بإذن الله. ركز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أيضا في رسالته على الزمن الماضي، وكيف كانت المعاناة في تلك الحقبة من الزمن، وكيف أن الأجداد قهروا المستحيل. صحيح, صحيح؟ لماذا هذا التركيز الآن؟ طبعا أنا شخصيا من الجيل السابق، عشت يعني في الشارجة بلا كهرباء وماي، وبالتالي في ذلك الجيل كانوا القائمين على أصحاب القرار وأيضا المسؤولين كان يبذلون جهدهم بأقصى ما عندهم. طبعا فمثلا أعطيك مثال، يعني مثلا الشيخ زايد الله يرحمه، الله يرحمه، أول ما يعني بذل ذلك الجهد الحثيث على 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 حساب صحته وجهده حتى ينشئ جامعة الإمارات. نعم. أقدر وأقدم وأفضل جامعة في الدولة في المنطقة، وأيضا يعني صرف أموال طائلة لابتعاث المواطنين لأجل الحصول على الشهادات العليا. ليش؟ طبعاً. لأن مؤمن هو وأيضا عياله وأيضا القادة أن بأهمية، فبالتالي هي عبارة عن تكملة لمجهودات سابقة. أيام زمان كانوا عندهم الخبرة، استفادوا من كل الإمكانيات. صحيح. الطبيعية الموجودة. الآن نحن دورنا أن نكمل. نحن الآن أمامنا فضاء واسع متسع، العلم أصبح في أيدينا، في متناول أيدينا، فأعتقد دور علينا كبير وايد، وإن شاء الله نأمل أن نكون قد المسؤولية، وحتى نكون من مثل ما أصحاب القرار والقيادة ما نكون رقم واحد. نعم أكيد. أنت ذكرت أمر مهم جدا، ألا وهو من أقل الإمكانيات، يعني استطاع الأجداد تجاوز الصعوبات وتمهيد الطريق بهذا الشكل. نعم. وبهذه الإمكانية لأبنائنا الآن. أما الآن فبين يديهم انفتاح كبير على العلوم والمعرفة، لديهم كل الإمكانيات ولديهم كل الدعم من القيادة ومن كل من هو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن نرد ونعود على الأسس الرئيسية. فنحن دائما نذكرهم بالمعرفة والصعوبات اللي مر بها الأجداد. هناك أكيد لفتة لأبنائنا نريد أن نزرع فيهم خصلة أخرى، تحدثنا عنها بشكل مفصل. والله بصراحة يعني إحنا أعتقد محظوظين. أنا أقول دائما في لقائي مع الطلبة عندي في الجامعة وأيضا في لقاءات اجتماعية أن نحن محظوظين. نعم. لأن يعني مؤسسة الدولة اهتم بالعلوم والتكنولوجيا. نعم. ما دام هو في ذلك الوقت بذلك الجهد في ذلك البيئة اهتم بالعلوم والتكنولوجيا والابتعاثات والجامعات، فنحن مفروض أن نبني ونهتم أكثر. الآن عندنا الآن الجيل الحالي الآن أمامه فرص كثيرة، فرص من البرامج العلمية أو المشروعات العلمية، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، الاتصالات، بالتالي فرص كثيرة عندنا، منح كثيرة عندنا، برامج كثيرة متوفرة. الحمد لله. يجب استغلالها ونتقدم إلى المستقبل. الدكتور عبد الله، من خلال حديثك كان هناك رسائل واضحة إلى المجتمع العلمي ولأبناء دولة الإمارات وكل من يقطنها، أريد رسالة سريعة إلى قادتنا. والله القادة أولا نقول لهم جزاكم الله خير، والله تعالى بيبارك فيكم. نحن فقط نحتاج دعمكم وأيضا متابعتكم جيدة، وإن شاء الله إحنا نكون قد المسؤولية وأكثر، ونبني جيل جديد يكمل الدرب إن شاء الله. إن شاء الله. نحن نشكرك على وجودك معنا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن هذا الحديث يقود قد أثرى مجتمع دولة الإمارات ولفت نظر أبنائنا وقادتنا. شكرا لك. شكرا. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للدكتور عبد الله الزرعوني، أستاذ في الهندسة الكهربائية في جامعة روتشستر في التكنولوجيا. فاصل ونعود.
أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، ونذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر أمامكم بين الفترة والثانية على الشاشة، واللي تقدرون من خلالها أنكم تتواصلون ويانا وتشوفون ما فاتكم من حلقات برامجنا أو مسلسلاتنا. نبدأ جولتنا في السوشيال ميديا من صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث غرد سموه قائلا في حسابه على تويتر: في يوم من أيامنا الوطنية التي سيخلدها تاريخنا نعلن عن أول برنامج لاختيار وإعداد وإرسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية، سيكسر أبناء الإمارات حاجزا جديدا في طموحهم الذي لن تحده سماء أو فضاء، ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل. أضاف سموه أيضا: طموحاتنا لن تتوقف لأن وراءها رجال، وإنجازاتنا لن تتباطأ لأن معها عقولا وأفكار، ومسيرتنا مستمرة بقوة لأننا لا نلتفت للوراء، ولا يصل متردد ولا ينجح مشكك. وتابع سموه: أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء، سيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكفأ ليكونوا سفراء للفضاء، وأكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات على أرضها في سمائها أو عبر فضاء كونها الفصيح. طبعا ننتقل أيضا إلى صفحة مهرجان دبي السينمائي والذي تنطلق فعالياته اليوم، حيث نقرأ في صفحته على تويتر: أعمال ستخوض سباق الأوسكار بقوة أفلام إماراتية تبرز المواهب السينمائية الجديدة، أعمال عربية ينتظرها عشاق السينما العربية وغيرها من الأفلام، دورتنا العربية 10 طبعا تنطلق الليلة. كل التوفيق لهم يا ربي. ننتقل معكم إلى أخبار الصحف، أهم عناوين وأخبار الصحف الصادرة اليوم 6/12/2017. نبدأ جولتنا الصحفية بصحيفة الاتحاد: بهدف حماية مظهر المدينة من المشوهات، بلدية أبوظبي تنفذ حملة على الدرجات الهوائية. ونطالع في الإمارات اليوم مشاهدين: الاتحادية للضرائب الخدمات السيادية لن تطبق عليها الضريبة تطبيق القيمة المضافة على رسوم الخدمات الحكومية. وفي البيان نطالع تحت رعاية محمد بن راشد مهرجان دبي السينمائي 14 ينطلق الليلة. أخيرا نطالع في الخليج: يناقش سياسة الموارد اليوم، الوطني يقر مشروع تعديل قانون إنشاء هيئة التأمين. بمشاركة أكثر من 26 دولة في العالم انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى القادة لحجز الكربون 2017، والذي يناقش فيه العديد من المواضيع المتعلقة بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في البيئة وإعادة استخدامه. المزيد من التفاصيل مع الزميلة رشا رمضان. انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى القادة لحجز الكربون 2017. ضم الاجتماع وزراء الدول الأعضاء في المنتدى بالإضافة إلى أبرز الخبراء والباحثين في قطاع الطاقة، حيث يهدف الاجتماع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية محلياً وإقليمياً لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ بأساليب تعكس جدوى اقتصادية، ومنها استخدام تطبيقات التقاط واستخدام وتخزين الكربون، والذي يساهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون بصورة ابتكارية ورائدة لتحويل التحديات إلى فرص واعدة. هذا المؤتمر جدا مهم، هو السابع، ودولة الإمارات وضعت من ضمن استراتيجيتها للطاقة أنها تخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% في عام 2050. أحد هذه الطرق هي التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في إما في الأرض أو استخدام ثاني أكسيد الكربون. نحن الحمد لله عندنا تجربة رائدة في مشروع ريادة في حديد الإمارات، التقاط ثاني أكسيد الكربون، يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى أحد الحقول وضخه في الحقل يعني موازنة الضغط واستبدال الغاز الطبيعي. عندنا مشروع الطاقة النووية، وهذا راح يأتي ب 25% حلول عام 2020-2021، يكون عندنا تقريبا 25% من الطاقة في دولة الإمارات من مصادر خضراء لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. تقريبا متوقع صرف 600 مليار درهم إلى عام 2050 على استراتيجية الطاقة، ومن ضمن هذه المبالغ
التخفيض ثاني أكسيد الكربون عن طريق التقنية وعن طريق الطاقة الشمسية وعن طريق المشاريع الأخرى. المنتدى الوزاري هذا متخصص في موضوع إدارة الكربون، إعادة تدوير الكربون في حقول البترول مثل ما وجدت في المملكة العربية السعودية في مشروع عملاق. أيضا الإمارات لها مساهمات رائدة في هذا المجال وبتعرض إن شاء الله في الجلسة القادمة. الندوة هذه هي مجال للتعاون، مصدر مركز مصدر للأبحاث ومع شركة أرامكو السعودية قنوات أخرى للتعاون المشترك. أنا كما ذكرت السعودية والإمارات امتداد لبعضهما المؤسسات سواء كانت يعني البحثية أو الأكاديمية أو الشركات أدنوك وأرامكو، بينهم يعني مجالات كثيرة للتعاون والتكامل، وإن شاء الله نطمح أن من خلال مشاركتنا اليوم في 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 هذه المنتدى أن نجد مجالات أخرى للتعاون. أرامكو السعودية مساهمة وبيكون فيه عرض من نائب الرئيس للتقنية من أرامكو السعودي. المنتدى يؤكد على مكانة الدولة في العالم ودورها المحوري في مجال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا المبتكرة في الطاقة. مشاهدينا، تفتح بلدية مدينة أبوظبي وحدة صحية آلية خلال شهر ديسمبر الجاري. وللمعرفة وللمزيد من التفاصيل لا يسنى أن يكون معنا في مداخلة هاتفية المهندس فهد سالم الحوسن، رئيس فريق عمل لصيانة البنية التحتية في جزر أبوظبي. مساك الله بالنور استاذي. مساك الله بالخير والسرور اختيرين. يا هلا ومرحبا. بداية، إذا بتخبرنا عن الوحدة الآلية الصحية التابعة لبلدية أبوظبي. طبعا نحن عندنا في بلدية مدينة أبوظبي 54 وحدة صحية، افتتحنا منها اوريدي من تاريخ 1 ديسمبر 15 وحدة، وان شاء الله راح نفتح الباقي خلال وقت لاحق ان شاء الله من السنة الجاية. نعم. احنا في دار التخطيط العمراني طبعا نلتزم باسعاد مستخدمي الشبكة بما يتماشى مع توجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة، بما يتناغم كذلك مع خطة التطوير الشاملة اللي حاصلة عندنا في إمارات الدولة بشكل عام وبالتحديد وبالأخص إمارة أبوظبي. طبعا المهندس فهد، لو تخبرنا أكثر عن الخدمة اللي بتقدمها هذه الوحدة الصحية. طبعا أخوي عبد الله، الوحدات الصحية هي الهدف منها هو خدمة مستخدمي الحدائق والمناطق التجارية المكشوفة وبعد الأحياء السكنية الشوارع الرئيسية والفرعية. نحن راعينا أن نحن أن نحط يعني أن ندور الأماكن اللي فيها كثافة سكانية فيها حركة مشاة عالية وحيوية، فوزعنا هذه الوحدات الصحية في هذه الأماكن بحيث أنها تقدم الخدمة المرجوة منها والمناسبة لهذه الفئة من أعتقد في سؤال يعني يطرحها الحين المشاهدين عندنا على تويتر، يقولون إن طبيعة الخدمة يعني يبغون يعرف كيف هي الآلية، إنه ارتباط وحدة صحية آلية ترتبط بشو الآلية فيها بالضبط؟ معلش مهندس فهد. الآلية فيها هي عبارة عن وحدة صحية طبعا برسوم رمزية جدا، أنك تحط فيها درهمين، فهي ذاتية تنظيف نظافة كاملة، ورأينا فيها أن ترشيد استخدام الطاقة وعدم الهدر بعد في استخدام المياه، تعرف يعني. نعم، يعني هي يعني وحدة صحية مع تكنولوجيا حديثة، بأيضا نعم. أن الناس أيضا يستخدمونها برسوم رمزية، هذه للمحافظة عليها حتى ما تكون مفتوحة على مصراعيها. نعم. أكيد مفهوم. نعم. النقطة. شكرا لك المهندس فهد سالم الحوسين، شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. إذن كل الشكر للمهندس فهد سالم الحوسني، رئيس فرق عمل صيانة البنية التحتية في جزر أبوظبي. هنطلع معاكم فاصل ونكمل معاكم مساء الإمارات. التحية لكم من جديد مشاهدينا.
فريق أبشر يا وطن التطوعي من الفرق الإماراتية التي تسعى إلى ترسيخ مفهوم التطوع، وتحت شعار أن يكون التطوع أسلوب حياة، مشي فريق أبشر مشواره التطوعي في شتى المجالات، حيث نفذ الفريق الكثير من الفعاليات والمشاريع التطوعية في عام الخير. يسعدنا أن يكون معنا اليوم سمية الكثيري رئيس مجلس إدارة فريق أبشر يا وطن التطوعي، وليلى الحسني منسق فعاليات فريق أبشر يا وطن. مساكم الله بالنور، وياهلا ومرحبا فيكم في مساء الإمارات. مساك الله بالنور والسرور يا مرحبا. الله يحفظك طبعا سمية وليلى، نحن نتخر فيكم أكيد. نحن بنتكلم عن أبشر يا وطن التطوعي طبعا، أول شيء البداية متى بدأ والفكرة كيف جت؟ أسس الفريق سنة 2013، والفكرة كانت هي عبارة عن مشاركتنا، نحن مشاركتي أنا كسمية الكثيري في أكثر من جهة تطوعية والحمد لله أخذنا الخبرة الكافية وتأهلت أني أكون قائد كمتطوع عقب قائد وشفت الموضوع حلو أني ليش ما أنا أنظم أن أقدر أنا أكون مسؤولة عن فريق. جميل. فريق عمل، وتأسس الفريق. في البداية كان مجموعة من الأهل، لأن كنا مجموعة من البنات فقط طبعا، وعقب تفرعنا الحين والله ما شاء الله كامل العدد ما شاء الله. نحن الحمد لله يعني حتى الآن كملنا 1000 متطوع في مدينة أبوظبي كلها، لأن نحن نغطي الغربية وأبوظبي والعين وجزيرة دلمة. أنت يمكن قلتي كلمة حلوة أول شيء، قلتي أنتوا كنتوا بنات الأول بادي أبشر يا وطن، الحين صار من مجموعة من الشابات والشبان. زين فريقكم أنتوا من قلتوا الأعضاء اللي موجودين حسب كل واحد وخبرته، يعني بالتطوع نحتاج مثلا دكتور، نحتاج معلمة، محتاج إعلامية، نحتاج نجم في السوشيال ميديا، نحتاج من كل فئة شخص، فهل هذا متوفر عندكم في الفريق؟ والله الحمد لله متوفر بس مش دائما. اها يعني نحن الاعضاء متوفرين في الفعاليه نفسها. جميل. الفعاليه عندنا الفعاليه هاي محتاجين انها تكون لازم تكون عندها شهاده معينه. فالحمد لله احنا نطرح هالموضوع في الجروب في الواتساب والبنات يتجاوبون معنا. بعدين تبدا ليلى تشتغل على الموضوع من ناحيه المواهب والقدرات ايضا، و يعني انت ريسورس ما شاء الله عليك. خبرينا على العمليه هذه، يعني هذه اكيد العمليه مو بسهله انك تتواصلين معاهم وتشوفين من فاضي منو مش فاضي ومن اللي قادر انه يحضر في اوقات معينه. تخبرينا عن عمليه التنسيق. اول تنسيق يبدا اذا كانت عندنا فعاليه، نتواصل مع الجهات من اللي حاب يكون داعم لهالفعاليه. جميل. ويشاركنا فيها. خلاص خلاص لما نخلص الأمور كلها نبدأ المرحلة الثانية المتطوعين. طبعاً نسوي بي سي، فنكتب بالفعالية واليوم الفلاني وهذا، ونطرشها لجروب البنات وجروب الشباب. جميل. وبعدها خلاص نبدأ يعني في التنفيذ على أرض الواقع على رد الشباب. جميل. سمية، إذا تكلمنا عن أهداف ورؤية الفريق وآلية العمل التطوعية، يمكن كل مؤسسة وكل مبادرة لها استراتيجية معينة تطبق عليها، لكن بنعرف رؤيتكم من هذا الفريق التطوعي. نحن هدفنا أول شيء أن نحن كمواطنة إماراتية حابة ترد جميل للوطن بعد العمل وبعد الدراسة، أن أنا عندي وقت من الفراغ ليش ما أقضيها أني أريد خدمة وطني بدون مقابل. فهالفكرة بالعكس عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات عندهم هالهدف. صحيح. أرد جميل الوطن، أحب الخير، أحب أنشر الخير. فعندنا المتطوعات عندهم أفكار أنه شافت شيء ما عيبها تقول ليش ما إحنا نسوي هالشيء. فالحمد لله هالشيء يعني هدف التطوع مو بس أني أنا أنظم وأروح. نعم. تكوين عائلة، يعني مجموعة من البنات والشباب اللي ويانا أخوان وخوات حابين روح العمل اللي موجود فيه في المكان هذا، ورؤيتنا يعني نتطلع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب الله يوفقنا أن نحن نكون إن شاء الله في 2020 في إكسبو 2020 إن شاء الله. نحن نتطلع أن تكون بصمة حلوة إن شاء الله في 2020 وتكون فعالياتنا بس داخل أبوظبي والعين والغربية، تتفرع لإمارات الدولة كاملة وإن شاء الله برع الإمارات. أكيد في منصة الآن يعني قام على إرشائها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أكيد لكود بتكون بتكاتفون كلكم وأكيد الجميع الله بيتواجد في إكسبو 2020. طيب أنت ما شدك الاسم أبشر يا وطن؟ أكيد طبعا اسمه يعني من الأسماء النادرة من بين المبادرات وبين الحملات التطوعية اللي شفناها، يعني كنكم يسقون لبيه بكلمة مختصرة، هذا الاسم من وين ياكم؟ كانت فكرة وبعدين ما كان لنا اسم، لنا نحن في البداية تم ترشيحها مثلا من أعضاء من الأعضاء نفسها. عصف ذهني ها نطلع اسم حق شو رأيكم الأهل الأخوان المتطوعين اللي ويانا، فالكل رشح
قبل كنا اسمنا كان اسمنا فريق أبشر للتنظيم التطوعي. زين ليلى نبغى نتعرف شوي على نحن ناخذها دائما مش موازنة وإنما حقيقة الفعاليات لأنها هاي تفيد المجتمع. عندما تأتيكم بعض الفعاليات أي الفعاليات اللي تأتي يعني تعطي جاذبية أكثر للشباب وأيها اللي تعطي جاذبية أكثر للبنات أنهم يحضرونها وأنهم يقومون عليها بناء على أنك أنت المنسقة في هذا الموضوع؟ بصراحة أكثر فعاليات اللي يعني نحصل استجابة منهم بشكل حتى مرات أنه مثلا العدد مطلوب مثلا 20 متطوع نحن يونا أكثر عن 20 مرة 30 ولا 40 متطوع. جميل. وبعدين تعرف أن الصعب مثلا يكون لا بتراضي منه هذا. فالفعاليات اللي تكون خيرية تكون عليها إقبال وايد، والفعاليات الوطنية والمجتمعية هي أكثر شيء أكثر من التنظيمية، فهاي نحصلها إقبال وايد عليها. في جهات تطلب يعني أن يكون أكثر بنات أو يكونوا شباب أكثر بناء على طبعا طبيعة الفعالية، على حسب نوع الفعالية. مرات فعالية بس يطلبون شباب. نعم. بدون أي بنت. نعم. في بعضهم يطلبون لا مثلا 20 بنت 20 شاب او 10 10. جميل. يعني انتم تعملون كمنظمه ما شاء الله اداره ايفنتات يعني صحيح. اي بالضبط. يعني اذا خلينا نتكلم في محور يعني اساسي الحين، انتم المبادرات اللي تسوونها حسب ما موجود على ارض الواقع ام انتم طول السنه شغالين؟ يعني في مبادرات تطوعيه يسوونها قبل عيد الفطر، في رمضان، في قبل مبادره معينه، وفي ناس لا طول السنه عندهم مبادرات تطوعيه مثلا خلينا نقول اسقاء سقية طير او فعل خير او تعليم اطفال من بعد ما يكونوا مثلا ايتام ما عندهم جهه معينه، او تعليمهم خلينا نقول شيء يستفيدون منه كشغل. هذا الشيء عندكم ولا مجرد انتم حسب اللي موجود؟ لا نحن الحمد لله الجدول كيف يتم عندكم؟ نحن اول شيء طبعا لازم نكون تزامنا مع الايام اللي موجوده في، يعني البارحه كان يوم العمل التطوعي العالمي للتطوع، فلازم في كل يوم يكون مناسب لنا فنختار مع المتطوعين انه والله نحن بنقرب ليوم الفلاني يلا شو الاشياء. غير مبادرات الفريق احنا عندنا فعاليه الايتام. في افكار منكم انتم تصدر غير اللي هي تتطلبها الدوله؟ ها نحن سوينا حتى مبادره شكرا خليفه. نعم. كانت على احتفالات الدوله. نعم. فسوينا مبادره تحت عنوان شكرا خليفه، طبعا هذا رد جميل لصاحب السمو الشيخ خليفه الله يحفظه. وسوينا مبادره ذكرى توحيد القوات المسلحه نشكرهم على الجهود اللي هم يبذلونه يسهرون لجنة ونحن مرتاحين الحمد لله في الدوله. كم خذت منكم وقت هذه ليلى؟ كم خذت وقت في التنسيق والتنفيذ؟ تقريبا بين التنسيق والتنفيذ شهرين. شهرين تقريباً. يعني العمل يتم مسبق بشكل بالأخص إذا كانت فعالية كبيرة مثل هالفعاليات لازم تنسيق من قبل. مثلا الحين نحن في رمضان، فنحن من شهر واحد نبدأ، يعني كل سنة نحن تكون عن فعالية في رمضان إفطار صائم، طبعا كل مرة تكون تحت اسم معين. أكيد. شو تذهبون للحين؟ شو مجهزين؟ شو اللي جاينا قريب؟ مفاجأة. إذا خلينا نتكلم اللي سويتوه في عام الخير، أهم المبادرات اللي طلعت ويعني قدرتوا عليها وأخذتوا شهادات تقدير أو وصلت مثلا المحافل الخارجية، كانت مساهمة خارج الدولة مثلا؟ لا نحن حاليا ما تطرقنا لخارج الدولة. إن شاء الله على 2020 بتطرقون إلى خارج الدولة. إن شاء الله على السنة الجاية. قبل إن شاء الله. لا إن شاء الله على السنة الجاية نحن عندنا خطة. جميل. فبيكون إن شاء الله في كل الإمارات وخارج الدولة. جميل. الموضوع شوي يباله يعني صعوبة وميزانية وهذا، بس إن شاء الله نحن. إن شاء الله أنتم تمتلكون. قلت أنتم عندكم شغل إن شاء الله ما تبون تحرقون الحين. زين هذا يعني. لا هي ما قالت لنا زين على المبادرة. في إذا في منافسة. بين الجمعيات التعاونية اللي هي التطوعية، في منافسة بينكم على تقديم الأفضل أو في هي منافسة أكيد شريفة، منافسة للعطاء صحيح. ولكن حقيقة هل في منافسة لتقديم مبادرات للإبداع في عمليات التطوع بينكم؟ الحمد لله في منافسات والحمد لله شريفة بين الفرق التطوعية، ودائما يعني الجهات تساعد في هالشيء، في جهات تخرب وفي جهات بالعكس تساعد. نعم. إن تجمع الفرق التطوعية وتفعل انا اتعرف على الجهه هذه طبعا يستفيدون من بعض. وبعد ما تخلص الفعاليه يعني كنا مشاركين في حماه العلم توزيع الاعلام على كل الدوله صحيح، فنحن كنا ماسكين اماره ابو ظبي مع الفرقه الثانيه، فتعرفنا على الجهات اللي من خارج ابو ظبي. نعم. تعرفنا عليهم بالعكس، وبعد ما خلصت المبادره صار بيكون معنا لنا تعاون معاهم في
المبادرات. إذا تكلمنا في نقطة جدا مهمة وهو يعني انخراطكم أنتم في هذه الطبقة من المجتمع، في التطوع، في الناس المحتاجة، في يمكن ناس وايد ما قدروا يخوضون هذه التجربة اللي هي التطوع مع الناس هذيل أصحاب الهمم أو اللي في حاجة أو الأيتام أو الآخره حسب المسميات اللي موجودة. تستفيدون من الطرف الآخر، أكيد تتعلمون منه أو تأخذون من صفاته أو يعلمكم شيء مادة التطوع. شو غير في حياته مادة التطوع في حياتك أنت؟ بعدين بنسألها هي سؤال. أنا صراحة يعني حقيقة إن العمل التطوعي غير أشياء وايدة في حياتي. وأول شيء كون شخصيتي. يعني أنا لو عرفتيني قبل ما بهي سمير كثيري نفسه. جميل. اجتماعية أكثر، أتحمل أكثر. قبل صرتي يعني صبورة. قمنا نتحمل أكثر، يعني تدرين الفعاليات نحن نتعاون، يعني في أشياء أنا الحمد لله يعني مواطنة الحمد لله، يعني في أمور مثلا بتقولين أنا ليش أسوي هالشيء، أنا بنزل الشارع بسوي هالشيء، أنا بصبغ، لا ما بسوي هالشيء، بس في التطوع في وايد أمور إحنا سويناها طبعا، وتشرفت أني أنا سويت هالأشياء. في ناس كانت تنتقد تقول الحين أنت تمرون على بيوت، يعني فكرتهم انت ذكرتيني بعمري دار منو دار زايد انك تمر وتدق الباب طبعا احنا شو يا انتو تسوون يعني حمايه العلم في كل اماره نحن في ابو ظبي مثلا مناطق يعني ندق الباب يفتحونه شو تسوون. في ناس طبعا يعني متفاجئين يتفاجئون منها يعني بالاخص لما يشوفون مثلا الجاكيت لابسينه فسفوري شو السالفه منه شرطه شو مش متقبلين فعادي مثلا قبل الواحد انه يحس مثلا صعبه انا كيف بدق بيت ناس ما اعرفه صحيح الحين لا العمل التطوعي خلاك عادي تنزل في الشارع اعطيني بعض الاثار اللي تاثرتي فيها انت من خلال العمل التطوعي. هي ذكرت انه في تغير كان في شخصيتها ايضا في شخصيه ليلى شو تغير خلاني قويه الصراحه ما شاء الله عليك اني اواجه الناس انزل في الميدان في الشارع امشي اسوي يعني عندنا فعاليات في الشارع ننزل ما اسوي الميلاد بالسياره اهم شيء لا 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 بعيد عن الامور هذه تعرف عبد الله مذكروني في موقف الحين قبل 5 سنوات كنا مجموعه من الاعلاميين شباب وبنات في كورنيش ابو ظبي عقب عيد الاتحاد ثاني يوم الصبح الساعه 6 الصبح قبل لا ينزلون حتى يعني اللي يشتغلون في البلديه نزلنا وقفنا الله يعزك مسكنا المكانس ومسكنا كل شيء ونظفنا الشوارع فالناس كلها كانت تستغرب كانت توقف السيايير عبد الله في نفس الشارع الحين اذكر الموقف وانتم شو تسوون كبنات واقفين تنظفون الشارع زين في رجال بلديه قلنا يعني هذا هاي بلادنا هاي بلادنا نحن أولى فيها نحن يوم نشل القطعة هذه نحن نحس بقيمتها حتى لو صحيح. كانت وسخ ولكن على أرض دولتنا المفروض نحن ننظفها بيدينا صحيح. فنحن هذا الواجهة على كل إنسان على كل من تدب أرض على في أرض الإمارات المفروض أن يكون عنده أكيد لازم يكون عنده رد للجميل لهذا الشيء بننهي بسؤال أخير ألا وهو ماذا ينقص العمل التطوعي الدعم منو نفس الشيء الدعم من وين الدعم تشوف لان احنا نشوف دعم من مؤسسات لا هي المؤسسات التي تدعو ايضا للعمل التطوعي لابد ان يكون خاصه او مرات بعض الجهات الحكوميه نعم. يعني الفريق التطوعي يعني يكون اكثر الفرق التطوعيه المدخول يكون من مؤسس الفريق نفسه من مصروفه الشخصي يعني نعم. ما في لنا دعم من جهه تدعمه نعم. فمجردنا فعاليه بس فعاليه من خلال الفعاليه هاي يعني يدعمون الفعاليه وقت الفعاليه باشياء رمزيه اكيد لا بد وقت الفعاليه اما الامور الثانيه الفريق فتتكفل فيها صاحبه الفريق يعني يعطيكم العافيه احنا بالعكس اعضاء الفريق يعني دائما يتكفلون بهالامور احنا نتمنى يعني في النهايه احنا كفريق تطوعي نحن او غيرنا الانسان المتطوع سواء المواطن او المقيم ما قاعد يسوي شيء عشان يتريى ان حد يعطيه طبعا اكيد بس انا عشان اتحرك احتاج حد صحيح يكون معه يعني يدعمنا اعباء العمل انت بحاجه صحيح. لان تكتفي بيسمونها التكلفه قيمه التكلفه للموضوع هذا يكون مبالغ رمزيه ليست صحيح. كشركات مطالبه صحيح. والاستمراريه فريق التطوع ايضا انه يكون دائما على يعني قدره وامكان الانسان عنده امكانيه تقل كل فتره بناء على عمليات الصرف او المجهود اذا ما راى ان هناك
فراغات قد عبئت يبقى المجال كبير. نحن نشكركم إن شاء الله وأتمنى لكم كل التوفيق وأكيد الدعم بيكم من هذه المؤسسات والجهات الحكومية بالطريقة المناسبة. شكرا لكم. نحن نشكركم على هذا الاستضافة الجميلة. هذا واجب. مشاهدينا كل الشكر لرئيس مجلس إدارة فريق أبشر يا وطن التطوعي وأيضا الأستاذة ليلى الحوسني منسق فعاليات فريق أبشر يا وطن التطوعي، كانت أيضا معنا الأستاذة سمية. مشاهدينا، نظم نادي دبي للصحافة صباح اليوم جلسة نقاشية مع معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ودارت الجلسة حول سياسة الدولة نحو التوجه للذكاء الاصطناعي ودعم هذا القطاع الحيوي. المزيد في هذا التقرير. رعاية نادي دبي للصحافة تقام اليوم جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي، يقدمها معالي الوزير عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي. المزيد من تفاصيل حول الذكاء الاصطناعي دعونا مع هذا التقرير. نظم نادي دبي للصحافة ضمن برنامج مختبر الابتكار الإعلامي صباح اليوم جلسة إعلامية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي، وكان ضيف الجلسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي. وأكد الوزير أن حكومة دولة الإمارات تمثل نموذجا عالميا في تبني رؤى استراتيجية لصناعة وتشكيل ملامح المستقبل، وعنصرا محوريا في صياغة الحوار والتوجهات العالمية الخاصة بمستقبل القطاعات الحيوية. كما وأكد معاليه أن الدولة تستمر في مواكبة كل تطور وكل اختراع في تقنية المعلومات وعالم التكنولوجيا الحديث، وتوظفه بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة. وتتصدر دولة الإمارات الدول الرائدة في تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات في الشرق الأوسط، وتأتي دبي دائما في قلب الإبداع والتطور وتطبيق واستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات. كما وأكد أن صناعة تقنية المعلومات في الإمارات تشهد تطورا ملحوظا، وذلك في ظل الاستثمار الأجنبي مقرونا بالدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي، ما يثمر نتائج طيبة ملحوظة. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في تطبيق التكنولوجيا المتطورة على نطاق الشركات، والثالثة على مستوى العالم من حيث الحكومات المنفقة على المنتجات التقنية المتطورة، وهي دولة رائدة عالميا في استخدام الهاتف المتحرك لكل فرد. مشاهدينا إلى جديد الأخبار. تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بضرورة تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين الأفراد، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبادرة يوم لدبي، والتي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوم واحد من العام على الأقل للأعمال التطوعية ضمن مختلف أشكال الأنشطة التطوعية، والتي من الممكن أن يبادر بها المتطوعين بتخصيص جزء من وقتهم وبما يتناسب ومواهبهم أو خبراتهم العملية، أو أيضا الانخراط في نشاط تطوعي مع مبادرات الجهات أو المنظمات المختلفة لخدمة المجتمع. جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي اليوم الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس. وأكد سموه وولي عهد دبي أن العمل التطوعي ركيزة أساسية لنشر ثقافة التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع وركن هام في تحقيق نهضة المجتمعات، كونه ممارسة إنسانية وسمة حضارية تعكس مدى رقي الشعوب ورمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها. مشددا سموه على أن المجتمعات الأكثر تطورا هي الأكثر احتفاء بالعمل التطوعي والأكثر ممارسة. إذا مشاهدينا مع هذا الخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير باكر إذا الله أحيانا. من لكم أجمل تحية، تصبحون على ألف خير. مشاهدينا نشوفكم باكر في أمان الرحمن.